تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بازا من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني. العملية جاءت استغلالا للمعلومات الواردة لعناصر المصلحة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة تم من خلال توقيف السالفي الذكر مع ضبط وحجز ما يلي 1728 قرص مهلوس، 12 مليون سنتيم من عائدات الترويج، سلاح أبيض من الحجم الكبير، سيف، بخاخة مسيلة للدموع، سيارة نفعية، هواتف نقالة. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل البيع، الترويج، التخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس. سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.